قريبة وبعيدة مع زوجتي وابنتي أو بناتي. السفر غير المحارم لا يجوز، سواء كانت زوجة أخيك أو زوجة عمك أو خالك أو غيرها. أما إذا كانت محرما لك كزوجة ابنك أو زوجة أبيك أو أختك وبنتك لا بأس بها. وأما السفر بزوجة بغير محارمك فلا يجوز، إلا إذا كان غير سفر الخروج العادي في ضواحي البلد ولست وحدك معك غيرك لا تخلو بها مع عائلتك فلا بأس، تذهب بها مع عائلتك إلى بيت آخر إلى ضواحي البلد إلى منتزه قريب لا يسمى سفر، هذا لا بأس بشرط أن لا تكون خاليا بها. أما مع الخلوة فلا